التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث. وبحث المسؤولان في اجتماع عقد في وقت سابق الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وآليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان الصفدي قال في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حرمان وكالة الأونروا من التمويل يعني حرمان كل اللاجئين الفلسطينيين من المساعدات. ومن جهته رأى المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني بأن المجتمع الدولي تخلى عن الأونروا قائلا في الوقت ذاته إنه لا يعلم ما إذا كانت مدارس الوكالة ستبقى مفتوحة حتى نهاية العام. وبشأن الحديث عن الجهود الأمريكية لتحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، أكد الصفدي أن الأردن واثق بموقف السعودية الصارم بدعم حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين، كما أشار إلى أن عمان تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ينضم إلينا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رفيق. أبدأ معك بتصريحات فيليب لازاريني فيما يتعلق بقدرة الأونروا وقدرة المنظمة على جعل أبواب المدارس مفتوحة حتى نهاية العام. عن أي خطر نتحدث الآن تحديدا فيما يتعلق في الأونروا؟ مساء الخير سيد عبد الله، وشكرا لقناة المملكة اللي يعني دائما بتتابع الأحداث اللي تتعلق بالأونروا وبلاجئين فلسطين. بالواقع يعني اللي بيحكيه لازاريني يعني سنه غير عن كل سنين، يعني السنه العجز اللي بتعاني منه أونروا حتكمل عامها الحالي من 170 ل 190 مليون دولار، وهذا رقم كثير. بس انا هلا كنت اقرا بخبر يعني انبسطت عليه انه امريكا بتتبرع بمبلغ 73 مليون دولار كتمويل اضافي لميزانيات البرامج والطوارئ، وهذا يعني خطوه الاتجاه الصحيح. يعني ان شاء الله العجز راح يقل كثير، وبالتالي يعني ان شاء الله راح ما نلجا للي بحكيه السيد فيليب لازاريني، وتضل المدارس فاتحه وتضل خدمات الأونروا مستمره. يعني وبتوقع انه ولكن هذا حل مؤقت سيد رفيق، يعني نتحدث عن حلول مؤقته ليست حلول جذريه فيما يتعلق بعمليه التمويل وادامه خدمات الأونروا بشكل كامل، وهناك برامج انقطعت ايضا في السابق. صحيح، هلا للاسف ميزانيه الأونروا بتعتمد على تبرعات طوعيه، ليس هناك ارقام ثابته في ميزانيه الامم المتحده لميزانيه الأونروا. زي ما بنذكر ب 2018 الولايات المتحده الامريكيه قطعت مساهماتها كامله عن الأونروا. حاولنا جاهدين يعني، وانا بتقدم بالشكر من خلالكم لمعالي السيد ايمن الصفدي اللي ما خلى من جهد وجهد، طبعا بتوجيهات ملكيه، كل المؤتمرات اللي تمت لحشد الموارد الماليه للأونروا كانت من خلال الاردن والسويد. حاولنا يعني مرارا انه نعمل اتفاقيات لمتعدد السنوات للأونروا مع عده دول. في بعض الدول استجابت، بس بعض الدول ما استجابت لانه دستورها ما بيسمح بهذا الحكي. آلية يعني هذه الاتفاقات، هل نتحدث عن آلية اتفاق تلزم هذه الدولة لربما بالتبرع بشكل واضح أو إعطاء جزء من ميزانيتها لربما للأونروا؟ هل هذه الآلية للاتفاقات؟ يعني شوف، يعني لما نقول اتفاقية بين دولة، وبنحكي عن دول إحنا يعني كبيرة زي بريطانيا زي ألمانيا زي هاي الدول، لما بتسوي اتفاقية مع الأونروا أكيد راح تلتزم فيها. لما بتعمل اتفاقية لثلاث سنوات على الأقل، إحنا بنكون عندنا تنبؤ لثلاث سنوات قديش الأونروا راح تحصل على مبلغ يعني يغطي جزء. شغلة ثانية احنا يعني ان شاء الله متفائلين فيها، يعني هي مش كثير كبيرة. بالسابق الامم المتحدة ما كان تساهم بميزانية الأونروا الا برواتب الموظفين الدوليين. من خلال اللجنة الرابعة والخامسة للامم المتحدة تم نقاش العام الماضي، وصار في مجال انه الامم المتحدة تساهم بجزء بقدره امين عام الامم المتحدة بناء على تقارير من اللجنة الرابعة والخامسة حتى تدعم الأونروا بميزانية ثابتة. الرقم ما راح يكون كبير يعني، بس خلينا نقول خطوة بالاتجاه الصحيح، ربما بالسنوات اللي بعدها راح تكون يعني ارتفاع على هذا الرقم، ومعولين عليه هذا إن شاء الله.
يكون في يعني حل. في شغله ثانيه انا حاب احكيها، اللجنه الاستشاريه لهذا العام، اللجنه الاستشاريه للأونروا لهذا العام برئاسه الولايات المتحده ونائبها مصر والنائب الثاني الاتحاد الاوروبي. تصور هذا الزخم من الدول هاي لما تقول امريكا والاتحاد الاوروبي ومصر راح يلعبوا دور كبير برضه في حجز الموارد الماليه للأونروا ان شاء الله. طيب الان بشكل عام عن المواقف التي صدرت في خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى هامش هذه الاجتماعات اللقاءات وتحديدا فيما يتعلق على الشق السياسي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبشكل عام أيضا فيما يتعلق بالأونروا، برأيك إلى أي مدى يمكن إحداث تغيير الآن بعد هذه التصريحات الأردنية والموقف الأردني الواضح الثابت الذي ليس هو موقف جديد وإنما ثابت ويتم التأكيد عليه في كل محفل دولي، وبالتالي الآن كيف يمكن انعكاس ذلك بشكل واضح على الشؤون الفلسطينية وعلى الفلسطينيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين؟ شوف يعني خطاب جلالة سيدنا كان واضح، كان عبارة عن خارطة طريق لإرساء قواعد أمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط كله. يعني بما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحدث سيدنا على حل الدولتين، الدولة الفلسطينية حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية، مواصلة الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة بموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأكد أنه في حاجة طارئة للتمويل المستدام للأونروا. لابد من يكون في تمويل مستدام للأونروا لأنه الأونروا تلعب دور كبير في استقرار الدول المضيفة، في استقرار المنطقة، في استقرار العالم. احنا بنحكي عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، رقم لا يستهان به. نحكي احنا عن اكثر من 500 طالب بدرسوا بمدارس الأونروا، يعني ارقام كبيرة جدا. هذه لابد ان تكون هاي مستقرة ولا بتأثر على استقرار الدول اللي فيها. فلابد انه بعد خطاب سيدنا يعني والجهود اللي بذلتها الاردن والسويد انه يكون في ردة فعل من المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته تجاه اللاجئين الفلسطينيين اللي يعني صار لهم فترة بعيدين عن الساحة، لولا الاردن بقيادة جلالة سيدنا الله يطول عمره اللي حامل القضية في كل المحافل الدولية، الا انه الازمة الاوكرانية يعني خلت المجتمع الدولي يبعد قليلا او يعني أبعد كثيرا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. ماذا عن المنح فيما يتعلق بإدامة العمل؟ يعني كانت هناك منحة ألمانية لدفع رواتب معلمين أردنيين في مدارس تستقبل الطلاب السوريين واللاجئين السوريين. الآن فيما يتعلق بالمنح، هل نتحدث عن هي شق آخر إضافي إلى التمويل الذي تتلقاه الأونروا مثل هذه المنح؟ كيف تساعد أيضا في إدامة العمل؟ البرامج المتأثرة متى من الممكن أن تعود مع هذه الدعم الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق ب 70 مليون دولار لإدامة العمل؟ شوف أكيد أنا متأكد أنه يعني الدول المانحة راح تحذي الولايات المتحدة، لا هي مش منح، هي بسموها مساهمة في ميزانية الأونروا. يعني في دول رئيسية زي الولايات المتحدة، زي الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هاي دول رئيسية، في والسويد، هاي دول رئيسية، واليابان بتبرعات اللي بتم جمعها لميزانية الأونروا. هلا في دول ثانية، يعني اللجنة الاستشارية تتألف من حوالي 25 دولة بالإضافة للدول المراقبة. فبتوقع انه امريكا راح تحفزهم انه يحدوا حدوها ويتبرعوا ويساهموا في ميزانيه الأونروا، خاصه انه الولايات المتحده هلا هي رئيس اللجنه الاستشاريه، اكيد راح تحثهم على التبرع للأونروا. اشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركه، كنت معنا المدير العام لدائره الشؤون الفلسطينيه السيد رفيق خرفان، شكرا لك.